انا يعني لي في المجال الرياضي فتره يعني واقدم برنامج وحوارات طويله كثيره. ما كنت اتوقع في يوم من الايام انه حسأل مسؤولين في انديه عن ميولهم. تفهم علي؟ يعني بالذات السنتين الاخيره. يعني كان معنا الاستاذ رائد اسماعيل قبل كم يوم، اكيد شفت الحلقه. واحد من اهم الاسئله اللي طرحت علي وطلب مني اني اوجهها له ان تشجع. ما كنت اتخيل في يوم من الايام انه داخل الانديه ناس تعمل اجي اسالهم تشجع، ليش بيعمل في نادي يشجع النادي الفلاني. في ناس قالوا يسأل خالد العيسي وتشجع. انا يعني حقيقي ما اعرف، سؤال حقيقي غريب، ما توقعت انه يسأل لي. انا مشجع اهلاوي يعني منذ ان عرفت الرياضه في يعني من بداياتي انا مشجع اهلاوي. ولو اهلاوي حقيقي يعني اقصد انه يعني ابن المدرج تروح مباريات ولا اهلاوي والله اصدقائي اهلاويين عائلة اهلاويين وانا اهلاوي. انا حكيك الان قصه يعني طريفه بهذا السياق. انا يعني انا لو اعرف كان جبت لك صور من اكثر من 15 سنه وانا في المدرج. حلقات مسجله دي تقدر ترسلها للاعداد ونعرض عندك. عندك صور؟ عندي صور ارسلها يعني. طيب خالد السويدة ياخذ الصور منك. خالد يحب ان شاء الله يحب الاشياء أرسلها. نضيف أنا نضيف أنا على المونتاج ممكن يعني حشوف لانه في ناس قاعدين معي لو يسمحوا انا اطلعها او اقتص على الجزء. انت اعطينا اياها واحنا نشيلهم بس. خلاص ابشر. بس صور لك في مدرج الاهلاوي. ايوه صور يعني حتى يعني من اكثر من 12 13 15 سنه. ما هي يعني انت ابن المدرج. طبعا انا كنت احضر في المدرجات الاقتصاديه ثم في المنصات ثم كعضو مجلس يعني كعضو ذهبي في في البوكس. انا حضرت في كل مستويات الجمهور الاهلاوي. أنا كاتب في تغريدتي المثبتة على البايو أنا أتيت من المدرجات وسأعود لها يوما. أنا مشجع أهلاوي من يعني من نعومة أظافري زي ما قال. أنا